نبدأ موجز الأخبار بحالة الطقس، حيث من المتوقع رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق بسبب الضباب وأيضا الغبار خلال نهار اليوم، مع ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 7 أقدام. مشاهدينا، للتعرف على حالة الطقس خلال الساعات القادمة وتوقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة، ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل عبد العزيز القراوي، مراقب التنبؤات الجوية. عبد العزيز، أهلا ومرحبا بانضمامك معنا. بداية، حدثنا عن توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال الساعات القادمة. يا هلا اخوي بندر، صبح عليك بخير وصبح الساده المشاهدين بالخير. طبعا احنا متوقعين الان تحول في الرياح الى شماليه غربيه مع بدايه الساعه القليله القادمه ان شاء الله، متزامنا مع دخول جبهه هوائيه بارده راح تاثر بدايه على مناطق غربيه من دوله الكويت الى تقريبا المناطق الوسطى وكذلك الساحليه خلال ساعات الظهيره اليوم. متوقعين ان راح تكون هناك رياح شماليه غربيه نشطه قد تتجاوز سرعه الرياح 60. بدات الان في بعض محطات الاوتوماتيكيه التابعه لاداره الارصاد الجويه في المناطق الشماليه الغربيه اعتدال في الرياح 40 كيلومتر في الساعه تقريبا. متوقع خلال الساعه القادمه راح تبدا نشاط الرياح. بما يتعلق بالرياح زميلي عبد العزيز، يعني ماذا عن احتماليه وجود الغبار بالجو خلال ساعات النهار؟ طبعا خاصة نشاط الرياح في ساعات النهار يؤدي إلى إثارة الأتربة وكذلك الغبار. احنا متوقعين انخفاض في مدى الرؤية الأفقية طول ساعات النهار إلى ما دون 1000 متر على بعض المناطق، ولكن ابتداء من الساعات الأولى من المساء اليوم راح تبدأ الرياح تخف تدريجيا، ولكن راح يظل ويانا الغبار العالق إلى منتصف الليلة. كذلك أخوي بندر، الأجواء البحرية بشكل عام هناك ارتفاع في الأمواج متوقع أن يصل إلى 7 أقدام، وذلك بسبب نشاط الرياح. أيضا الطرق الصحراوية المؤدية إلى، خاصة الطرق الصحراوية إلى شمال الكويت وكذلك غرب الكويت، متوقع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية وكذلك الرمال الزاحفة. لذا نوه أخوان المواطنين المقيمين المستخدمين هذه الطرق يأخذون الحيطة والحذر ومتابعة مستمرة للنشرات الجوية. زميل عبد العزيز، يعني وصلت أيضا ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 6 أقدام وأيضا إلى 7 أقدام، يعني ماذا عن لحالة البحر بالنسبة لحالة البحر وأيضا ارتفاع الأمواج كما ذكرت؟ احنا طول النهار اليوم أو خلينا نقول خلال 18 ساعة القادمة ما ننصح بممارسة أي نشاط بحري، خاصة في المناطق الشرقية ومناطق غربية من دولة الكويت، ولكن ارتفاع الأمواج والبحر راح يكون هايج طول فترة النهار. ابتداء من تقريبا الساعة 9 أو 10 مساء اليوم راح تبدأ الرياح تخف تدريجيا إلى ساعات الفجر من يوم السبت. من يوم السبت إن شاء الله راح ترجع الأجواء معتدلة وكذلك الرياح معتدلة، والأجواء راح تكون في تحسن إن شاء الله. ماذا عن برودة الجو وأيضا أهم الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس غير المستقرة؟ طبعا دائما تأثير دخول الجبهة الهوائية الباردة يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. احنا متوقع راح تكون درجات الحرارة بانخفاض بمعدل 3 إلى 5 درجات مئوية اليوم الجمعة وكذلك السبت والأحد. اليوم أو يوم الخميس سجلت العظمى تقريبا 26 درجة مئوية في مطار الكويت. متوقعين اليوم وكذلك يوم السبت يوم غدا ما بين 17 إلى 19 درجة مئوية راح تتراوح درجات الحرارة العظمى. تستمر ريانا إلى يوم الاثنين هذا الانخفاض النسبي، ومن ثم ترجع الأجواء دافئة في النهار وكذلك باردة نسبيا في الليل ابتداء من يوم الاثنين. عبد العزيز، بما تنصح المشاهدين في هذه الأجواء، خاصة وأنها يعني نحن نعيش في عطلة نهاية الأسبوع؟ والله دائما احنا الآن نمر في فترة انتقالية ابتداء من دخول شهر مارس وكذلك فروق درجات الحرارة. العواصف الترابية وكذلك الرعدية متوقع حدوثها في مثل هذه الأوقات. احنا دائما في مثل هذه الفترة نوه اخواننا المواطنين والمقيمين بالمتابعة المستمرة للنشرات الجوية التي تطلقها إدارة الأرصاد الجوية وكذلك عبر الوسائل الإعلام الرسمية لدى الدولة المتمثلة في تلفزيون إذاعة دولة الكويت، وأخذ الحيطة والحذر خاصة اخواننا الحداقة وكذلك ممارسين الأنشطة البحرية. ارتفاع الأمواج يؤدي إلى يعني عدم الأخذ في هذه التحذيرات، يؤدي إلى
لا سمح الله خسائر في الأرواح والممتلكات، وكذلك الأخوان المرتادين بالطرق الصحراوية وكذلك أصحاب المزارع أنهم يأخذون الحيطة والحذر خاصة في مثل هذه الأوقات التي تتشكل بعض العواصف الرعدية وكذلك حدوث العواصف الرملية في ساعات وجيزة أو في فترة قصيرة. فنتمنى السلامة للجميع والمتابعة وأخذ الحيطة والحذر هي من أسس السلامة إن شاء الله. عبد العزيز القراوي مراقب التنبؤات الجوية، شكرا جزيلا لك. حياك الله.